ينضم إلينا من أربيل الدكتور سربست نبي، أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة كويا. أهلا بك يا دكتور سربست. مرحبا، كل عام وأنتم بخير. بداية، السيناتور الجمهوري غراهام قال بعد اجتماعه مع الرئيس الأمريكي إن ترامب سيضمن حماية حلفائهم، ويقصد قوات سوريا الديمقراطية طبعا حال انسحابهم. كيف سيكون ذلك، وما هو شكل الحماية، وهل استمرار إرسال المزيد من الشحنات والمعدات إلى قسد هي ضمن هذه الحماية؟ عموما هذه مؤشرات جديدة. أنا بعد منتصف ليلة أمس قرأت نص لينسي غراهام، التعليق الذي كتبه في 3 مقاطع على تويتر، تحدث فيه عن عمل القادة الأمريكان في المنطقة إلى حين وعدم الانسحاب إلى حين ضمان 3 أشياء. اولا القضاء على داعش، ديسترويتد يعني تدميره، يقصد يعني بمعنى منحه محوه. الامر الاخر، الايرانيين ما لازم يعود لهم عوده او نفوذ في سوريا. الامر الثالث هو حمايه حلفائهم الاكراد. يقول هذا خلاصه ما كتبه لينسي غراهام على صفحته في تويتر، وهذا مؤشر على أن الرئيس الأمريكي يعيد النظر في قراره وإن كان بصورة بطيئة بعد عاصفة الاحتجاجات والتساؤلات التي أثيرت في وجهه سواء من داخل الإدارة الأمريكية أو من الجانب الأوروبي وحتى داخل البنتاغون واستقالة وزير الدفاع والتداعيات التي تبعتها. بطبيعة الحال أنا كنت من الأشخاص الذين لم يكونوا وما زلت طبعا قناعتي تترسخ يوم بعد آخر على أن الانسحاب الأمريكي بهذا النحو هو عبثي وغير ممكن. الأمريكيون باقون لأمد مفتوح، لكن علينا أن نكون محترسين، علينا أن نتوقع مثل هذه المفاجآت في كل وقت، وألا نراهن رهانا مطلقا على المؤشرات الإيجابية التي نسمعها الآن في هذه المرحلة. إذن دكتور، هذه المؤشرات الإيجابية التي تتحدث عنها وحسب قراءتك للتصريحات، يعني تركيا التي رحبت بقرار الانسحاب الأمريكي من سوريا، الآن بعد هذه التصريحات بحماية واشنطن لقسد واستمرار وصول شحنات إلى قسد، أيضا ومطالبات أمريكية باحتفاظ قسد للأسلحة المقدمة إليهم، برأيك يعني كيف ستتعامل تركيا مع هذه المعطيات الجديدة؟ أنا كان رأيي في البداية أو تفسيري الوحيد الذي أمكنني يعني بكل تواضع حول هذه المسألة، حول قرار ترامب، هو أن ترامب يريد أن يضع الرئيس التركي ويمنحه فرصة أخيرة لإثبات حسن النوايا وعودته للتحالف الدولي، عودته إلى الناتو وإلى الأمريكان. لكن من الواضح أن الرئيس التركي فشل في قراءته السياسية للموقف فشلا ذريعا بسبب الغطرسة والغرور. هو اعتقد أن الانسحاب، قرار الانسحاب هو نتيجة ضغط التركي وغير ذلك. نعم. ولهذا السبب وجدناه أسرع وقام باستعراضات فارغة سياسية حول أطلق تصريحات حول رفضه للحصار على إيران، وأنه سيظل يتواصل ويستمر في دعمه للإيران وفي التعامل الاقتصادي والنفط وغير ذلك، ويرفض الحصار. أيضا بجانب آخر، نظام السوري أيضا قدم تأكيدات على اتفاقيات طويلة الأمد مع الشركات الإيرانية، وأن إيران ستحظى بالأولوية في برامج إعادة التعمير. كل هذه المؤشرات تقلق الجانب الأمريكي، والأمريكيون أدركوا منذ اللحظة الأولى، بخاصة بعد حشود الجهاديين المتطرفين الذين عاد تأهيلهم أردوغان ودفعهم باتجاه منبج، تأكد يقينا أن الأمريكيين هم أكثر متضررين من القرار أو من هذا. طيب. القرار السريع أو المتسرع في الانسحاب. نعم دكتور، أيضا هناك مستشار لن... نعم مستشار الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قال إن موسكو أيدت خارطة طريق تتضمن حماية هذه المناطق. باعتقادك ما هو شكل هذه الخارطة؟ يعني هل ستكون بتحالف ثلاثي بين قسد والقوات الروسية والنظامية؟ سؤال يحال إليهم، أنا لا أعلم حيثيات الاتفاق، يعني لست مطلعا. هناك تسريبات إعلامية. طيب أيضا هناك تضمنت هذه الخارطة أيضا يعني كيفية جعل الإدارات الذاتية دستورية، يعني كيف تقرأ هذه الخارطة؟
بكل حال هذا هو بداية الكلام. أنا قلت علينا أن لا نراهن كثيرا على ونتوقع انسحاب الأمريكيين. إذا معنى ذلك أن نستمر في أي حوار من مع الجانب الروسي، إذا الجانب الروسي قدم ضمانات أن النظام سيستجيب للمطالب الكردية والمطالب الشعب الكردي في المنطقة، أي انفتاح أو أي حوار يضمن أو أي تعديل أو أي قرار سياسي ودستوري يضمن هذه الحقوق هو مقبول وينبغي أن نتحمس. لا يعني ذلك أن نعلن القطيعة. بكل الأحوال ليس عيبا أن تأتي قوات النظام، سميها شئت أن تحمي حدود. قضية السيادة وقضية وجود قوات سورية على أطراف الحدود هذا أمر طبيعي. المزايدات السياسية لا تنفع في التاريخ، يعني هي مقامرات. نعم، وصلت الفكرة دكتور سربست. أشكرك جزيل الشكر الدكتور سربست نبي، أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة كويا، كنت معنا من أربيل.